السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. هجر العراقيون في عام 2014 من منطقة جرف الصخر شمالية محافظة بابل على يد ميليشيات الحشد وبمساعدة من القوات الحكومية، وشمل هذا التهجير اعتقالات وتغييب قسري لكثير من المدنيين بدوافع وصفها كثيرون أنها طائفية نظرا للطبيعة الديمغرافية للمنطقة. وبالرغم من منع الميليشيات المسيطرة على ناحية جرف الصخر الأهالي من العودة إليها حتى بعد إعلان حكومة حيدر العبادي أنها حررتها من داعش كما وصفت، إلا أن المدنيين لم يسلموا من بطش الميليشيات المسيطرة والتي صعدت فوق القانون، بل لم يعد في العراق قانون يمكن أن يحتويها. 231 جثة ظهرت بعد غياب، ظهرت لتفضح نظاما حاكما في العراق عجز عن حمايتهم من الميليشيات، بل حتى عجز عن الاعتراف بطريقة موتهم أو بعددهم الحقيقي، ليكتفي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الداخلية بتبريرات أضحكت كل من سمعها وأبكتهم على بلد يقوده هؤلاء. مشاهدينا الكرام، نتساءل اليوم عن المسؤول عن إزهاق هذه الأرواح، ولماذا خرجت الحكومة بتبريرات وصفها متابعون أنها ضعيفة، ومن المستفيد من قتل المدنيين من جرف الصخر ولماذا، وكيف ستتعامل الحكومة مع ملف الميليشيات المتهم الأول في قتل 231 شخصا من جرف الصخر، وهل سيكتفي العالم بالمشاهدة وهو يتابع حقوق الإنسان وهي تنتهك علانية ولا يتحرك، ولماذا يكيل المجتمع الدولي الأمور بمكيالين في التعامل مع القضية العراقية؟ أليس العراقيون بشرا ويستحقون الحياة؟ كيف يعترف العالم بحكومة فاقدة للشرعية والسيادة كما يقول مراقبون؟ أسئلة كثيرة نطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. سابقا تم استلام 125 جثة مجهولية الهوية، والوجبة الثانية 75 جثة مجهولة الهوية، والآن 31 جثة أيضا مجهولة الهوية بضمنهم امرأتان اللي هم من ضواحي بابل ومن جرف النصر، اللي هم دول المغدورين اللي بيهم مذبوحين اللي لقيناهم حسب ما هسه بالغسل، وبيهم مضروبين الرصاص، وبيهم كبار وبيهم صغار وبيهم نساء. احنا كمؤسسة خيرية أقيمت بجلب هؤلاء المجهولين الهوية واللي هم من شمال بابل من جرف الصخر السابقة، كانوا موجودين في ثلاجة بابل من سنة 2014 15 16. عبد الرعد، شنو دورك بعد بالدعم اللوجستي؟ نظل مستمرين احنا بالدعم اللوجستي. الوجبة الأولى 50 نفر، والوجبة الثانية تقريبا 21 نفر، يعني مجموعهم 71 نفر، أغلبيتهم من جرف الصخر. يعني من 2014 الجثث بالثلاجات في بابل، ويعني أطفال، ويعني لقيناهم بالكراتين الأطفال مقطعين. احنا ندعو على كل شمال بابل وعلى كل واحد يقول أنا عندي ولد مفقود يجي يتابع مستشفى بابل، وبعدين مستشفى بابل توجه الى كربلاء يم راعي الشوك، الى من ياخذ المصطلحات الكامله من الصور ومن الدي ان تي حتى نجيبه للمقبره ونقول له ابنك رقم 51، ابنك رقم 49، 48، 30. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن تشاركوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، لأن هناك الكثير من المشاركين يرغبون بالاتصال بنا عبر الواتساب، لكن للأسف هذه الخدمة غير متاحة، هي تعمل فقط
في استقبال الرسائل النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أود أن أتابع معكم الآن تقريرا أعدته غرفة الأخبار في قناة الرافدين للحديث أكثر عن قضية 231 جثة دفنت في مقبرة جماعية في كربلاء قادمة من جرف الصخر، فنشاهد. قد تحتمل السياسة القفز على بعض الثوابت أحيانا، وقد تحتمل المراوغة من قبيل المكاسب والخسائر، لكن بحسب المشهد في العراق اليوم فإن قفز الساسة تجاوز آمال الشعب ولقمة عيشه حتى وصل إلى جثث أبنائه، فكيف بالراقصين أو المنتفعين على حساب أرواح الأبرياء؟ هذا رئيس البرلمان يخرج متحدثا عن 231 جثة قتل أصحابها بيد الميليشيات ليقول هو غير ذلك. الحادث هو ليس حادث طائفي ولا يمت للطائفية بصلة، عبارة عن حوادث متفرقة في كل أنحاء محافظة بابل، سجلت من نهاية عام 2016 ولغاية هذا التاريخ اللي هو شهر الثامن 2019. الكثيرون عدوا حديث الحلبوسي محاولة لتبرئة الميليشيات من مسؤولية مذبحة جرف الصخر، ما أثار استغراب المراقبين الذين رأوا في محاولته تلك بيعا للدماء، وأن ما قاله مدفوع الثمن مثل ما جيء به، كما أنه يخاف على مصالحه ومكاسب الذين أوصلوه إلى كرسي رئاسة البرلمان حتى ولو كان ذلك على حساب أهله ومن انتخبوه. في حديث الرجل شقان، يتمثل الأول بعجز الحلبوسي ومن ورائه الحكومة عن المجيء بدليل واحد يدحض عشرات الأدلة عن تورط ميليشيات الحشد بعمليات قتل جماعي لمدنيين فارين من الحرب، لكن الأمر الصادم لذوي 7000 مختف قسريا هو أن مصير أبنائهم قد يكون بين قبر منسوب لمجهول أو جثة في ثلاجة موتى تنتظر منظمة عادة ما توصف بالخيرية ولربما تتبع إحدى الميليشيات لدفنها. أما الشق الثاني فيظهر صورة أكثر واقعية لشركاء العملية السياسية وبعد أفق الناظرين إليه، بعد أن كانت شعارات كثير منهم عودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المخطوفين، ليخرج الحلبوسي يبرئ قاتلا من دم ضحية لم يجف بعد. على الضفة ذاتها، يقر رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي أن كشف ملف المغيبين وعقاب المجرمين وعودة النازحين كلها كذب ومراوغة وتواطؤ مع القتلة، ليسأل أين الدولة وهل تستطيع كبح اللادولة المتغولة والمتضخمة في منظومتها؟ وفي حديث النجيفي وغيره إدانة لهم، فهل احتاج الأمر ل16 عاما ولجثث تلقى كل يوم ليصل لتلك النتيجة؟ وما المسوغ بعد ذلك للبقاء أصلا في العملية السياسية؟ وربما تلك الأسئلة دفعت الكثيرين للقول إن من خالفوا الحلبوسي من شركاء العملية السياسية هم يدغدغون مشاعر الناس فقط، أما الأرواح التي أزهقت وسجلت ضد مجهول فإن التاريخ لن ينسى مجرما خشيت أجهزة الدولة النطق باسمه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع إلى رأي السيد علي من جرف الصخر. أهلا بك سيد علي، تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد علي. أستاذ العزيز، أريد بس ذيك مرة أنا خابرت على نقود المفقودين من المسيب. نعم. فالمفقودين هم هسه يقولون جرف الصخر، يعني المسيب هم بيلعب المسيب حاليا من كان بال 2014 و 2015 داخل المسيب ماكو رهاب يعني. نعم. فهسه احنا خلص من عندنا ابوي وعمام اثنين واخوتي اثنين من ال 2014. من اخذهم؟ اخذهم طبت لنا سيارات حاطه اعلام مال رايات يا حسين. فشالوهم الساعه بالتسعه والحد الان ما نعرف وين ما وين، ومن ثاني يوم شالوا خالي خابرنا واحد علي من الله من بغداد. نعم. قال انطوني دفتر واجيب لكم هذا خالكم اجيب لكم اياه. هذا عفوا منو سيد علي؟ دفتر
خال الساد العزيز. من اللي طلب المبلغ؟ هو زلمة من حزب الله قال أنا تابع لحزب الله وجاهز لابس زي عسكري. نعم. قال هو موجود فلان موجود يمي فأنطوني مبلغ كان هو المبلغ دفتر ونص وصلناه للدفتر أعطيناه المبلغ دفتر وراح الدفتر راح خال وياه. نعم. وحاولتوا تتواصلون ويا شخص اخر ويا نفسه؟ واصلنا راجعت الصليب الاحمر راجعت بالبصره قالوا لي ما خليت محطه انا ما رحت لها. وشنو الرد؟ قالوا لي بالسليمانيه رحت بالسليمانيه يعني كله ما حاسبات كتب الناس قال لي والله طببني الرجل على الحاسبات وانطيت فلوس يعني لما به الكفايه استاذ العزيز. ما الرد الذي يأتيك سيد علي؟ شنو الرد اللي يجاوبوك به؟ ما وكله ماكو يعني هم من أخذوهم هذا يومك ما جاء أفتهم أخبارهم هسه عوائلهم مشمورة يمنع يعني هاي عوائلهم في أي سنة؟ كلها أطفال هاي شنو ذنب هالذات العزيز؟ في أي سنة اعتقلوهم خطفوهم يعني؟ 2014 أخذوا الاثنين و2015 أخذوا أبوي وعمامي. نعم. حضرتك تقول العزيز. حضرتك تقول يعني انه هسه الجثث والجثث لو بس يعني يعرضونا الصور احنا نقدر نعرفهم يعني نقدر انا حتى ابوي معوق مخصوصه رجلين اخذوه بالعساكر. سيد علي الجثث التي تخرج الجثث التي تخرج من قبل الحكومه او الميليشيات يقال عنها مجهوله الهويه لا تعطى حتى فرصه لإجراء تحاليل على الأحماض النووية الدي ان اي او لفحص الدم او لمعرفة هوية الأشخاص تخرج لتدفن لكي تدفن معها معالم الجريمة. يعني كيف يمكن للإنسان ان يعرف اذا اين هو اقرباء اين هو قريبه او اخوه او ابوه او استاذ العزيز هسه حتى لقيت بالمحاويل يعني هسه ما انطوا ما جاء استاذ العزيز. نعم. الحد الان يعني هاي يعرضون صورها يعني هو هذا هسه الرجل اللي جاي بيهم بكفله يعني هو لما يقول انا جاي اشتغل شغله انسانيه لما نشتغل شغله انسانيه لازم يعرض صورهم لازم هل هم يعرفونهم يعرفون مصير ولدهم بانهم تدخل. الشخص اللي استلم جثث اهالي جرف الصخر ال 231 جثه في كربلاء هو شخص منتمي لميليشيا حزب الله احد قيادات ميليشيا حزب الله. هذا شلون هسه من يقول انا جاي اشتغل شغله انسانيه اللي اشتغل شغله انسانيه لازم العزيز. نعم. يعني شلون يقول انا جاي اشتغل هاي شغله سيد خليجي في بابل ويحولونا على كربلاء. يعني ادري احولونا على كربلاء يعني هسه اللي يروح يسال ما اللي يروح يسال يروح بيها. محافظة بابل رفضت أن تتسلم هذه الجثث وبالتالي أرسلت إلى كربلاء، يعني ما تفسيرك لهذا الرد أو التعامل من قبل محافظة كربلاء؟ من محافظة بابل عفوا. والله أستاذ العزيز أستاذ العزيز هذا شيء يعني هو ما مقبول. يعني أستلم جثث مخفية صار لها من 2014 يعني يقول حتى بها أطفال ونساء. نعم. يعني احنا هسه المفقودين لحد الان احنا وعمامنا ثلاث نفرات من المسيب هم جرف الصخر هم ميرها. نعم. يعني المسيب ما ادري كل شيء احنا منطقه يعني انا والدي مكسوسات الجينه بالعكاكيز اخذوه. طيب برايك انت سيد علي برايك باختصار شديد شنو الاسباب اللي تقود الميليشيات او جهات حكوميه او غير حكوميه ترفع رايات طائفيه شنو الاهداف اللي تخليها والاسباب يعني اللي تخليها تعتقل الناس بدون اسباب تخليها تعتقل الناس يعني هي ها ان شاء الله يعني بس الطائفية يعني اعتبرها زين هسه انت الان طوف داخل الدوله ما تعرف هاي دوله لوريشا شنو هم نعرفها من عندها احنا هسه حاليا. نعم. انت روح هسه على راجع على مركز شرطه في بابل ما تقدر تجيب طاري ميليشيات، انا سويت موجود الوالدي بالاسكندريه يقول لي والد سمي ارهابي قابل الاسكندريه، هيك يتكلم وياي. والدك سني ارهابي. قلت له يعني قلت له
والله هيك يتكلم وياي محامي. طيب المحامي قال لي عرف الكتاب وامشي خلاص. نعم فمني قلت هذا يعني هسه من يرد عليك بهذا الرد يعني من يرد عليك بهذا الرد لا تتوقع معناها انه يفرج عن والدك مو صحيح؟ والد الاستاذ العزيز هو اصلا انا اعتبرته هو الخطفه اللي يتكلم هذا الكلام. قلت له انا طبيت على الارض قلت له تسوي الكتاب مفقود انا والدي مقصوصات رجلنا واخواني وعمامي يعني شنو اللي يخليهم ياخذونهم من منطقه المسير صافي اريد اسوي لهم كتب مفقودين. نعم يعني حطيت بحدود العشر ملايين يا الله انا مسوي لهم كتب مفقودين مستمسك بهاي اطفالهم. هاي اطفالهم شنو ذنبها؟ والله سبع عوائل هاي وانا كلها قاعده برقابنا والله سبع عوائل. نعم يعني اخوتي واحد مواليد 85 مواليد 87 انا والدي يعني حتى ما اشوف رجلينا مكسوفات بحرب ايران. نعم يضربونا بالاشكازه طبوا علي يضربونا بالاشكازه وخذوه. وضحت علي، شكرا لك علي، كنت معنا من جرف الصخر. طبعا كما استمعتم مشاهدينا الكرام الرد الذي أتى للسيد علي عندما طالب أن يفرج عن والده، والدك سني إرهابي، هذا هو الرد. الدوافع الطائفية التي تقف خلف عمليات التغييب القسري وقتل الأشخاص المدنيين القاطنين في مناطق ذات ديموغرافية معينة بحسب مراقبين مفضوحة وواضحة للجميع ولا يمكن لأحد أن ينكرها، كما حدث مع بعض المسؤولين الذين يخرجون على وسائل الإعلام رئيس البرلمان أو وزير الداخلية. أمور موضوحة واضحة ومفضوحة كذلك لتضع النقاط على الحروف بقضية الطائفية أنها ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة وهي التي تتحكم بأرواح المدنيين، لأنه السلاح بيد عناصر تحمل هذا الحقد وهذه الطائفية كما يرى الكثيرون. معنا السيد أبو نشوان من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ كل عام أنت بخير. وأنت بخير، الله يسلمك، حياك الله. أنا عندي ابني مفقود سنة 2015. نعم. يوم 6 برمضان. وين آخر مرة كان موجود بها؟ أنا رحت البغداد اجيبه وياي. نعم. هو جاي من لبنان، هو لاعب في منتخب العراق. نعم. ايه فقلت له انت بغداد انا جاي لويت جدا انا اجيبك وياك حتى اراجعك وياك. رحنا البغداد، الطريق كان مسدود من قبل العمليات. نعم. ظلينا ببغداد تقريبا 14 يوم 15 يوم بالكندر. انفتح الطريق، جماعتي خبروني سواق على خط بغداد قالوا انفتح الطريق اذا تطلع تعال اطلع، قلت لهم عاد ما تقول انفتح الطريق باكر الصبح انا طالع. نعم. طلعنا الصبح وصلنا السيطره يسموها سيطره الوند، اول سيطره مال كربل. نعم. يعني تصير بين المسيط، تصير احنا صرنا بين المسيط وبين السيطره. نعم. انطيت الهويه مالتي للضابط، ضابط السيطره قال جاور. طبعا جاور جماعتي طلعوهم جاورنا قال الا يجي امر من العمليات كتاب من العمليات فيكم تطلعون يلا نطلعكم فات. طيب وشو؟ اي ظلينا تقريبا يمكن ثلاث ارباع الساعه هي. نعم. ورا ثلاث ارباع الساعه اجتنا ما يقارب 10 سيارات، سياره ثالث من نفرات مسلحين. كلهم ملثمين بس المسؤول مالهم ما ملثم. نعم. وش لابسين الزي؟ الزي شنو؟ زي شرطه جيش شنو؟ زي عسكري لابسين زي عسكري جيش اتذكر مرقط. نعم. لابسين مرقط هم قاعيني وكنا فرات من نفرات البيكم، البيكم مالهم من هذا الصحراوي. نعم. تحمل بيانات الدوله ولو اقاطعك ابو نشوان، تحمل زيهم وسياراتهم، تحمل بيانات الدولة شعار لا تحمل لوحة، حتى لوحة ما تحمل، وجامات مظللة. نعم. يعني
واريد لي علامه من علامات يعني مثل ما طيلق بدر حزب الله ما في علامه سيارة. طيب انا كنت وياهم على الاقل قاعد احكي لك انا كنت وياهم. نعم نعم. راس الفوتون ديورنا فوتونا بساتين تصير البساتين ما بين السيد وما بين المحاوط. نعم. منطقة اسمها ناحية أبو غرق. ناحية شون؟ منطقة اسمها ناحية أبو غرق. نعم. هاي الناحية فتنا من مصر عبرناها مسافة. طيب. جانا مشروع مال فن. يم المشروع نزلونا قالت أوك سيارات انتلو نزلنا قال جيب الأمانات وتحكم الفلوس هاي أخذوا الفلوس صرف ناس متقاعدين مستلمة متراتبة كل واحد ب 10 ملايين 5 ملايين 7 ملايين. نعم. أخذوا الفلوس أخذوا نويات أنا بس تاخذ تذكرات مال السيارة ما خلصت. قسم منهم يعني العربية مالته ما مضبوطة. شلون ما مفهوم ابونا شلون يعني؟ شلون ما مفهوم؟ العربية مالته ما مضبوط يعني شو وياي؟ شلون تقول يعني اتكسر؟ طيب. قلت له يابا انا اخذوا الفلوس مني اخذوا مني 5 ملايين اخذوا من ابني اخذوا 5 ملايين. فما لما سالت جماعة قالوا ذولا حزب الله. انا سالت جماعة من رجعت للفندق. نعم. قالوا حزب الله. انا قاعد على اساس اكون دعوه بالناحيه ابو مرج على اني انقطع يعني بس حتى افهم منك نقطه يا سيد ابو نشوان حضرتك السيطره اللي توقفت فيها هي سيطره حكوميه ايه سيطره حكوميه ضباط يعني السيطره اللي طلبت الدعم او اللي اتصلت بالملثمين اصحاب السيارات المظلله هي سيطره حكوميه سيطرة حكومية ونبعد عن السيطرة نبعد عن السيطرة يمكن الله إذا ما كذبني يعني 50 متر والسيارات اللي لا تحمل لوحات ولا تحمل شعار وأصحابها ملثمين وسيارات مظللة قيل لك إنهم من ميليشيا حزب الله هاي ورا ما رجعت للفندق سألت جماعة قالوا دولة سألت جماعة من طيلق بدر سألت جماعة من الكتائب قالوا دولة جماعة حزب الله. طيب. وبعدين؟ أنا رجع ورا ما أخذوا ابني دخلت دعوة جيت على ولد شرطي مال المرور. قلت له يرحم والديك هاي السيارات اللي فاتت منا قاعدين بها عسكريين وين راحت؟ قالت وديات على الحل. باختصار أبو نشوان تفضل. إيه قالت سألت الشرطي قال لي أخوي توديات على الحل قال لي إيه؟ قلت له والله ابني خطفوه هو والسيارة مالته. قال انت منين من الموصل؟ قلت له والله من الموصل، قال لي عمي بيروح لصفوف ستة. وشنو التهمة؟ ماكو هو رياضي ولاعب بالمنتخب يعرفوه جماعة المنتخب يعرفوه. هو يلعب بساعة وميدان وبأربيل يعرفوه. باكو يعني رايح مصر ورايح لبنان. تواصلت ويا جهات؟ تواصلت ويا أشخاص؟ يجيك الحكي. والله ورا ما راح. ظليت 4 ايام اتابع بغداد ما حصلت نتيجه. نعم. رجعت للموصل قمت اتابع قمت اتابع اسال يعني اغلبهم من الموصل لاقوام. اول وجبه قبلنا هم اخذوا تقريبا ما يقارب 100 واحد. نعم. السواق والنفر. وبعدين احنا من رجعنا ثاني يوم الوجبه الثانيه احنا قالوا لي عمي انت رجال شايب روح بس تاخذ الشباب. نعم. رحت سالت المسؤول ماله قلت له عمي هذا رياضي وهاي هويته وهاي لاعب نادي الجيش ولاعب نادي الشرطه ولاعب بالمنتخب العراقي العاب القوى وعنده بطولات قلت له هذا يعني هذا هم فادي قلت له اذا ولا هذا شلون يطلع لبنان ويطلع الطلعه والتسجيل والتيبه. نعم. قال لي عمي ما عندنا كل شيء وياهم. استفسار نستفسر من عندهم ها ونرجع لكم اياهم. رجعت انا قلت له اوقفني انا بكان استفسرني. نعم. قال لي نحن ما ناخذ ثياب لا ناخذ الشباب. طيب. انا سلمت امري لوجه الله. رجعت
تكفي على بغداد. نعم. والله ما رجع كيف من البيت ورا اربع خمس ايام انت تابعت جماعه قالوا اكثر في الصخاب، جماعه قالوا لي بالناصيه، جماعه يقولوا لي بالمسلم مطار المسلم. نعم. ما خليت مكان هاي من قال لي عمي شعدنا ويا هاي الاستفسار. هي هسه مستفسر عنده وراسل 300 يوم باكر، هاي اربع خمس سنين ما. هو بدون اي تهمه وبدون سبب ومجرد لانه انت من مدينه الموصل. لواعيب اذا يسمعون صوتي لواعيب والمدرب ماله نعم. يسمعون صوتي يعرفون نشوان. ابو نشوان انا اشكرك وكان الله بالعون. شكرا لك، كنت معنا من مدينه الموصل. مآسي مشاهدينا الكرام، نحن نستمع الى مآسي واحده تلو الاخرى. ابو حسين من الرمادي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي العزيز أحييك وأحيي القناة. حياك الله. بالنسبة لهذه العصابة هي بينت وانكشفت الجيفة مالتهم فاحت. هذول كلهم أحزاب جايين من قبل إيران ومتنفذين من قبل إيران، مسلحينهم ومجندينهم علينا. فيريد يعلقون المعارك وين داخل العراق. ويفكرهم يخلصون نفسهم من امريكا وقوات هاي التحالف اللي ان شاء الله راح يضربون امريكا. يعني انتم من هاي الجثث اللي 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 تقولون جثث مجهوله الهويه، هي منين جت مجهوله الهويه؟ هاي كلها من السجون السريه مالتهم هاي الميليشيات التابعه لايران، جاي يطلعون يعدمون ويذبون. ليش ما حققت مجهول الهوية؟ ليش ما حققت الدوله وعرفت لمن هاي الجثث؟ يعني ليش اكتفت بالخروج بتصريح وبيان من رئيس البرلمان ووزير الداخلية وتركت الجثث تدفن عن طريق جمعية خيرية صاحبها زعيم ميليشيا أو قيادي في ميليشيا؟ مو مشكلة، لكن لماذا لم تتدخل الحكومة لمعرفة هذه الجثث لمن واكتفت بوصفها أنها مجهولة الهوية؟ أستاذ الحكومة بالنسبة للحكومة كلها تابعة لإيران، فهسه انحصروا هم. يقول لك احنا راح نتحمل الدولية هسه، صحيح، لأن راح يصير محاكم دولية. هاي الشغلة تصير لازم محاكم دولية من قبل أمريكا ولجنة حقوق الإنسان الدولية المفروض تحاكم وتوقفهم عند حدهم. كاد عاد أجرم من بالشعب العراقي، وإحنا نطالب محاكمات دولية أن يجرون من المالكية إلى أصغر واحد، لأن يعني أجرموا بالشعب العراقي. والله إذا ما يجي حزب البعث وإذا ما تجي الحكومة الأولية والله ما يصل العراق إلا بهذولا، لأن هذول عصابات مافيات متآمرين على الشعب العراقي. وضحت الفكرة أبو حسين، شكرا لك. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام من المشاركين على الواتساب. نبدأ من أحد المشاركين يقول: سؤال للمرجعية، العراقيين ليس لديهم ثقافة القتل الطائفي لولا فتاواكم أنتم وبعض الرخيصين من استأجروا العمايم. السؤال: هل إسرائيل الكافرة قتلت الفلسطينيين بهذه الوحشية وعملت المقابر الجماعية؟ والله حتى هؤلاء المسلمين أو حوبة هؤلاء المسلمين برقبتكم إلى يوم الدين. وأقول للحلبوسي: خزيت أهلك وعشيرتك بعد لا تلبسون عقل، لأن ما عند ناموس الأهل هذا رخيص خائن وحليبه ملوث للأسف، بعت ولاك الإيران عيب. سيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد ولصوت الحق الناطق بلسان العراقيين الأحرار. ما هذا الذي يجري في جرف الصخر في بابل؟ جثث 231، المغيبين وغيرهم كثير قضوا على يد الميليشيات التابعة لجارة السوء إيران وحكوماتها. هذا بحد ذاته إجرام ومنهج ومستمر. أين القوانين عن محاسبة من تورط بهذه الأفعال الإجرامية وهذه الدماء؟ عدالة رب العالمين ستنزل بهم العقاب العادل. هذه وصمة عار تلاحق كل من ارتكب جرائم مشابهة لهذه الجريمة. طيب، نستمع إلى رأي السيد أبو فهد من بغداد وبعدها نكمل إن شاء الله قراءة رسائلنا. أبو فهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك وحيا قناة الرافدين البطلة. حياك الله أبو فهد. أخفض صوت التلفاز أبو فهد، التلفزيون نص نعم صوت. نعم 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 أخوي، هاي ما جرف الصخر هاي مو أول مرة. نعم. مال الصقلاوية ونينوى ودي يصفون بسنة، هذول دي يصفون بسنة تصفية
احنا مو عجزنا ونقول من 2003 لحد الان شنو اللي سوته الدول العربيه؟ شنو سوته امريكا؟ شنو اللي سوته؟ ما هم يصفون بينا ذولا، الله ينتقم منهم ان شاء الله. من ام ابو فهد؟ عمي عيني من ام دي يصفون بالسنه؟ الدوله الحكومه الميليشيات هذول عدو للسنه يا اخي، والله عدو للسنه. احنا كل ما نحشو قالوا طائفيه 100% مو 90% 100% يصفون بالسنه. شنو رايك طيب شنو رايك بدور السياسيين السنه بالتعامل مع هذه القضيه؟ والله حاشاك انا ما ارجع جواب، بس احنا اولا انتخبناهم وذولا فاشلين وذولا ما يمثلوننا، كل السياسيين السنه ما يمثلوننا، ذولا امام الله يتحاسبون على قتل السنه امام الله، ذولا كلهم جواسيس ايرانيين كلهم منتمين لايران، ماكو واحد من عندهم شريف. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقول الجثث ليست باسباب طائفيه وعددهم مو 231، هي مجرد 31 جثة، والأسباب أنه انفجارات وأسباب جنائية وعشائرية، ونشر أو نثر الجثث بين قضايا وميع القضية. هذا رئيس البرلمان الذي يحسب على السنة. نعم إيه أنتوا الإعلام. نعم ألو أنتوا الإعلام السلطة الرابعة، هو من نصبه خلال رئيس برلمان من نصبه غير إيران يا أخي مصارت عليها مصار ما يعني الله ما يرضى به. ليش الشكل دي يسوون بسنة؟ يعني أمريكا جردتهم الأسلحة وذولا الخوانة اللي 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 كانوا بغرات 2-1 ما يشتريهم بثلاث دراهم، هسه قاموا يجون بحج الدولة بحج الداخلية بغير الداخلية وصفون بسنة. ليش؟ يعني مو احنا الناشد السعودية والناشد الدول العربية والناشد حتى اليهود، والله حتى اليهود اشرف من عندهم. أبو والله هسه احنا مدنا السنة يهود يحكمنا على ذولا. طيب شكرا ابو فهد، كنت معنا من بغداد. نكمل قراءة الرسائل المشاهدين الكرام. احد المشاركين يقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب الرسائل الذي يقول أحد المشاركين السلام عليكم أخي محمد، ممكن تذكر إنجازات حكومة عادل عبد المهدي المشاهد منذ توليه السلطة، وهل تقارن حكومة عبد المهدي بإنجازات حيدر العبادي الذي قضى على داعش في فترة توليه الرئاسة؟ ماذا قدم عادل عبد المهدي غير نصف كيلو عدس؟ وشكرا. حيدر العبادي قضى على داعش، هذه نقطة خلافية طبعا والحديث فيها طول، وباختصار شديد انظر من الذي أمن الأجواء للمقاتلين، وانظر إلى المخيمات كم تحتوي على مهجرين ونازحين، واستمع إلى قضية الجثث التي تخرج بين حين وآخر. هذه إنجازات حكومات ما بعد الاحتلال، انظر إلى وضع العراق في الجنوب وفي الشمال في المحافظات الغربية، انظر إلى المحافظات الجنوبية كيف يأكلون من النفايات والمزابل، المستشفيات، المدارس، هذه إنجازات حكومات ما بعد الاحتلال. لا تحكي لي وتقول لي قضية دخل داعش وطلع داعش، كيف دخل هذا التنظيم إلى العراق وكيف انهزم الجيش في الموصل وكيف ترك المدنيون يضربون ويقصفون بلا تدخل من أحد في محافظة الأنبار والموصل ومحافظة نينوى وديالى وصلاح الدين، الميليشيات ودورها موضوع كبير جدا. أعد حساباتك وانظر نظرة مواطن عراقي إلى وضع البلد، تعرف إنجازات هذه الحكومة. عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ونور المالكي أوجه كثيرة لعملة واحدة. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم أستاذ محمد المحترم، تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام والعراقيين المظلومين تحت هذا الاحتلال البغيض. ما بني على الباطل فهو باطل. المسؤول الأول الاحتلال بأنواعه، أي الأمريكا الصهيوني الإيراني والجرثومة، الاحتلال العملية السياسية صنيعة الاحتلال بالإجماع، واليوم يتحمل المسؤولية الشعب العراقي وشيوخ العشائر ورجال الدين، لأن رضوا بالاحتلال والعملية السياسية، واليوم يجب على الشعب أن يأخذ دوره ضد الاحتلال والجرثومة الخضراء. والله ناصر المظلومين والسلام عليكم. عليكم السلام. لدينا مشاركة رنا من بغداد،
تخوفت محافظة بابل استلامهم لأنها أي الجثث التي تحدثنا عنها لأنها تعرف حقيقة قتلهم حتى تتجنب تحمل المسؤولية أمام الرأي العام خوفا من المحاسبة القانونية لأنها أخفت الموضوع والآن تم كشفه، لذلك قاموا عن طريق هذه المنظمة الإرهابية بدفنهم وأخذوا الشباب خاصة، أما يأخذون أعضاءهم البشرية أو تجنيدهم لصالحهم. هكذا ترى رنا. أحد المشاركين يقول يعني على رصيد ندق قالوا يعني على الواتساب ندق عليكم. ألا ألا مشاهدينا الكرام، هذه الخدمة خدمة الواتساب ليست متاحة للاتصال، هناك أرقام اتصال واضحة أمامكم على الشاشة، أسفل الشاشة تظهر، هي من أجل الاتصال الهاتفي. خدمة الواتساب هي خدمة تختلف، هي فقط لاستقبال الرسائل النصية التي تقومون بكتابتها. لمن لا يستطيع أن يتصل بنا، ليس لديه رصيد أو ليست لديه القدرة، إن كان يمتلك الإنترنت فلديه القدرة أن يوصل صوته عن طريق كتابة هذه الرسالة. شكرا لكم. طيب نستمع إلى رأي السيد محمد من السماء، وتفضل. السلام عليكم أخي العزيز، تحية لك وتحية إلى الرافدين. حياك الله أخي العزيز. إن الجيش والشرطة جهازان فسدت حين زج بالميليشيات وصارت الرتب العسكرية سوق مربح. تريد نقيب؟ لا تزعل علينا معود، أشد لك عقيب. أخي العزيز، منذ 9 من نيسان عام 2003 بدأت سلسلة جرائم الحكم في العراق والتي اقترنت بحوادث يندى لها جبين الشرفاء في كل مكان، حيث دشنت مجاميع فاشية عمليات اغتيالات لآلاف من الوطنيين العراقيين. أخي العزيز، إن حقبة جديدة تطل على بلادنا تحمل بين طياتها إذا ما قدر لها أن تستمر أياما كالحة مليئة بالتناحر والتشردم من خلال تفرد كتلة أو حزب سياسي. طول قوي لا يؤمن بالآخر. أخي العزيز، لأن العراق يعبى في كل الأزمات التي مر بها إلا أن يحتضن أبناءه وإلا أن تقوم على سواعد كل أبناءه، لأن العراق هذا النموذج الفريد بتركيبته وإشخاصه ومبانيه وبفراسه وبدجلته وبجباله وبأهواره، فريد في كل شيء حتى في التركيبة الجغرافية لأرض الطيبة. هذا البلد العظيم سيظل بإذن الله بلدا آمنا يحرسه من يمشي على أرضه من سنة وشيعة ومسيحيين ومسلمين وتركمان وصابئة. وشكرا لك. شكرا محمد، كنت معنا من السماوة. نكمل قراءة الرسائل. حيدر من ديالى يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، حرب طائفية ضد أهل السنة، تهجير، قتل، اعتقالات، منازلهم تفلشت. أهل السنة ما بقوا أهل السنة، الذيول إيران وأمريكا. وأرجو من أهل السنة الشرفاء أن يدافعوا عن عرضهم وأرضهم. ويقصد هنا قضية الذيول وما يطلق عليه عراقيا سنة العملية السياسية. أحد المشاركين أرسل تسجيل صوتي، لا نستطيع، فقط الرسائل المكتوبة. شكرا لك. لدينا رسالة أخرى يقول: أقول للحلبوسي ولك أطفال مقطعة وموضوعة بصناديق ونساء مقتولة وتقول ماكو طائفية، لازم هذولا نتلو بالكهرباء، ولك والله أنت رخيص. طيب مشاهدينا الكرام، هيئة علماء المسلمين في العراق كانت قد خرجت ببيان عن قضية الجثث المخفية والمغيبة والتي تظهر بين حين وآخر لأصحابها من مناطق معينة وبدوافع طائفية. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن الكشف عن 231 جثة تعود للمخطوفين والمغيبين قسريا
يقدم دليلا جديدا على حجم الجرائم الخطيرة التي تقترفها الميليشيات الطائفية ضد الشعب العراقي. أضافت الهيئة أن تسليم السلطات في محافظة بابل جثث المغدورين ومن ضمنهم أطفال ونساء وكبار في السن لجمعية خيرية لدفنهم في كربلاء الهدف منه طمس معالم هذه الجريمة والتستر على مرتكبيها. وكذلك أكدت الهيئة أن هذه الجريمة مركبة لأنها تضمنت القتل وإخفاء الهوية والدفن بدون علم ذوي الضحايا. كذلك اتهمت الهيئة ممثلي السنة في العملية السياسية بالتخاذل والانبطاح والاكتفاء بالبيانات السياسية الخجولة التي تراعي التوافق السياسي الذي ذبح به العراقيون. معنا السيد محمد من الديوانية، تفضل. سلام. للأسف فقدنا الاتصال مع السيد محمد من الديوانية. نطرح التساؤلات المستمرة في هذه القضية مشاهدينا الكرام عن السبب الذي يقف خلف هذا الصمت الحكومي. هل هو السبب لخوفهم أن عندما يتحدثون قد يفضحون أنفسهم ويكشفون عن حجم هذه الجريمة وطبيعتها ومن الذي يقف وراءها، أم ربما قد تكون هناك توجيهات وتهديدات كما قال بعض المشاركين تقف أيضا خلف صمتهم؟ هذه التهديدات قد تكون قادمة من إيران كما يقول البعض، وقد تكون قادمة من قادة الميليشيات المتواجدة في العراق لمنع هذه السلطات من حتى المخاطرة ببوح أي معلومة قد تكشفهم وتكشف طبيعة الانتهاكات التي يرتكبونها. طبعا أيضا هذا الحديث الذي يخرج من المسؤولين حول قضية أنها جثث مجهولة الهوية، يعني كيف يمكن أن توصف بهذا الوصف مجهولة الهوية؟ أين التحقيقات؟ أين المتابعة؟ أين محاولة معرفة لمن تعود هذه الجثث وكيف تم قتلهم وبأي طريقة؟ لماذا الاكتفاء بهذه البيانات الخجولة كما وصفت؟ السيد محمد من الديوانية يعاود مرة أخرى، أهلا بك. سيد محمد، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخوي؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. الله يخليك. بالنسبه لموضوع التطاول على الجيش العراقي، هذا ماكو عراقي شريف يقبل بهذا التطاول على الجيش مهما من اي شخصيه بالعراق. وذولا اجونا، تعرف انت، ذولا اجوا يتطاولون على الجيش العراقي يلفوا على العراق العظيم. بينما يشهد الله يا اخوي، يشهد الله، انا طبعا عنصر من عناصر الحشد الشعبي. نعم. والله يا اخوي احنا من اجينا للتحرير، اكو ناس، صحيح اكو ناس مشتيه، بس والله 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 احنا اجينا لخدمه هذا العراق العظيم. طيب سيد محمد، المناطق الغربيه. سيد محمد. نعم. الحشد. نعم. الحشد خرج بفتوى من المرجعيه، صح؟ يعني أريدك تأخذ وتطوي آية، لأن أكو نقطة أريد أسألك بها. الحشد خرج بفتوى من المرجعية لهدف القضاء على الإرهاب كما تقولون، صح؟ نعم والله. خلاص، أعلن حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية، لماذا بقي الحشد حتى هذه اللحظة؟ صحيح. أنا أقول لك أستاذ، الحشد خرج من أثر فتوى من الإمام السيستاني لتحرير محافظاتنا الغربية من بطش داعش. طيب. بس العبادي رئيس وزراء. اي. من يجي رئيس وزراء بمكانه؟ هو اللي يمثل رئاسة الوزراء، هو اللي يؤمر. حتى احنا رئاسة الوزراء. طيب، طلب العبادي، طلب العبادي سيد محمد، مو احنا على مضيق الوقت. طلب العبادي وطلب عادل عبد المهدي. نعم. ان يسحب السلاح من الميليشيات. خرج بامر ديواني 237 يقول بأنه الميليشيات أو العناصر المسلحة التي لا ترغب بالدخول بالعمل السياسي عليها أن تسلم سلاحها وتنخرط ضمن إطار هو يضعه كمؤسسة، أو اللي يريد يدخل إلى العمل السياسي يسلم سلاحه. طيب أنتوا الحشد عندكم قيادات بالبرلمان ومتسلمين مناصب وزارية ورؤساء لجان وغيرها، ومع ذلك لديكم السلاح. احنا مو هذا الموضوع، رغم انه حضرتك فتحت الموضوع لكنه ليس هذا الموضوع الرئيس. اسألك، جثث القتلى في جرف الصخر
اتهامات مباشرة توجه إلى الحشد الشعبي أنه المسؤول والذي يقف خلف هذه الجثث، ميليشيا حزب الله تحديدا المسيطرة تقف خلف هذه الجثث، والناس يقولون أنه رئيس البرلمان يقول مجهولة الهوية وما أدري شنو، ردك على هذا الكلام والاتهامات. أخويا يشهد الله علينا، يشهد الله علي أني أني ويا المجموعة الهاي هسه الموجودين بالحشد، والله الطفل نبكي عليه والرجال الشايب نبكي عليه، إحنا عراقيين والله هاي ناس مو إحنا، يشهد الله علي. ما شفنا الحشد من أنتم منو محمد؟ يعني على أريد أسألك، أريد أسأل حضرتك، أنت تقول إحنا الحشد، أنتم أي فصيل بالضبط؟ تعرف الحشد حضرتك مليء بميليشيات وفرق موت لديها باع طويل بالإجرام ولا تحتاج إلى تبرئة من أحد، يعني منظمة بدر أو النجباء أو العصائب أو غيرها وغيرها وغيرها من أسماء كثيرة. حضرتك تتكلم تقول إحنا ما لنا علاقة، أنتم منو بالضبط؟ تابعين لمنو؟ بس 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 خل بس خل 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 يعني بس اعطيني مجال. تفضل. اعطيني مجال. اعطيني مجال. والله اكو ناس مثل ما جاي تزرع طائفيه عندكم، جاي ناس تزرع طائفيه عندي، مثل ما اكو قناه مغرضه، اكو قناه مغرضه من الطرفين، والله نستحي نقول سنه وشيعه وكراد. والله أيه. والله والله احنا اجينا. انا سؤالي واضح يا سيد محمد، حضرتك من اني طرف في الحشد؟ حضرتك تابع لمن في الحشد؟ حشد شعبي، احنا حشد شعبي. احنا حشد. من الذي يقودك سيد محمد؟ سؤال من الذي يقودك؟ رئاسة الوزراء. حتى هذه اللحظة لم يخرج قرار من رئاسة الوزراء نفذتوه، كل القرارات تخرج ابو مهدي المهندس وهادي العامري وقيادات الميليشيات يقولون لو طلب رئيس الوزراء يحل الحشد لن يحل. هذا 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 انت دا تقول قياداتنا القائد العام، طيب شلون هذا التفسير للموضوع؟ والله استاذ ما ردك على ابو مهدي المهندس اللي يقول لو صدر امر من رئيس الوزراء ما نحل الحشد. طيب مو رئيس الوزراء قائدكم؟ صحيح. اذا صدر لنا امر من رئاسه الوزراء روح انتهت المعارك وانتهى داعش، كل من يمشي البيت. احنا شكرا محمد. صدرت هذه الأوامر فعلا، مو ليست أوامر، صدر هذا القرار بأن العمليات العسكرية في العراق انتهت، وصدرت من حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة آنذاك والذي كان مسؤول عن الحشد وفق القانون الذي شرعه البرلمان. حضرتك تقول احنا لو صادر هيجي تصريح نشيل هدومنا وجوالاتنا ونرجع لبيوتنا. صدر هذا القرار ولا يزال الحشد حتى هذه اللحظة موجود في العراق، يصول ويجول، وتعتدي قياداته بالألفاظ وبالتجاوزات وبالتهديدات على الحكومة، وما مخلين أي قيمة لهذه السلطة ولهذه الحكومة. انظر من الذي يقود الحشد يا سيد محمد، وأدرس تاريخ الشخص الذي يقود الحشد، وتعرف أنت في ضمن أي مؤسسة أو ضمن أي مؤسسة أنت، واستمع إلى رأي الناس اللي دا تتصل بينا وتشكو وتقول الميليشيا الفلانية خطفت ابننا، والجهة الفلانية المسلحة اللي خارج سيطرة الدولة خطفت ابننا، واللي كلهم 90% منهم يعودون إلى الحشد الشعبي. تعرف أنت تابع لأي مؤسسة. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.